هنا قدرتي حالته مثل ما نقولوا. اي طبعا هو ابني، هي ابني، هو ابني. انا يوم اكل هنا اكل سم فكريا. بعدك تفكرين بي شلون؟ عاد ابني يمه، ابني مشكله، ولده ولده موت عليهم. شلون هذا ابني؟ زين يمه هسه هو وين قاعد ابنك؟ هو قلتي عنده طفل يمكن؟ اثنين. وين قاعد؟ واحد والله ما ادري. يتواصل وياك حجيه فابريش؟ لا هم صغار، انا انفصلت من ابوهم. ها انفصلتي؟ اي بس اخذتهم انا، اخذتهم كانوا صغار. منو بقى وياك؟ ولدك اثنين؟ اي ولدي اثنين. انا ولدي اثنين بقيت قاعده بنفس مكاني، ما طلعت منه. خوش. اي فكبروا الحمد لله. الحمد لله. واحد تخرج مهندس. زين. الحمد لله. تزوج مهندسه الحمد لله، طلع. ما شاء الله. طلع خارج العراق؟ اي راح استقر هناك. اي الحمد لله. البقى الثاني؟ استقر. البقى هنا الحمد لله تخرج مدرس رياضيات. ما شاء الله. اي وهم تزوج الحمد لله والشكر يا ربي. شو اسوي؟ خابري تحكين وياه؟ خابري تسولفين وياه؟ لا ما اخاف. ما يتقبل؟ مو ما يتقبل، أنا ما يعني ما حاكي، ما حاكي بقدره ظرفة، ظرفة صعبة ابني. أنا أم أني هسه والله لو قلبي نار على ولده، ولده ولده لكك والله يا باني من يجيبون هنا وآكل، أقول سود على يمه، أنا أقول ضرب. ولا يجون أولادها يشوفونها أم الشبع الضيم، ما حد يستجيب لي ابني، ما حد يستجيب لي.